نروح للبنك الاهلي اللي نجح فيه طبعا واحد من الفرق اللي صعدت حديثا للدوري الممتاز، نجح انه يتعاقد مع اثنين من اللاعبين اصحاب الخبره وليهم رصيد كبير جدا يمكن مع جماهير النادي الاهلي كمان، محمد ناجي جده ومحمد نجيب اللي كانوا بيلعبوا في الجونه، والاثنين حقيقه انتقلوا للبنك الاهلي في صفقه انتقال حر خلال فتره الانتقالات الحاليه، وده بعد ما مشي طبعا من فريق الجونه بالتراضي يعني، او يعني كان في اتفاق كده جنتلمان زي ما بيقولوا انه يعني يسيبوا فرقه الجونه، ويمكن ده واحد من اهم الحاجات اللي كان طالبها كابتن يوسف، وهو طبعا بيتعاقد مع جده ونجيب لانه محتاج لاعبين عندهم خبره في الدوري الممتاز. صحيح بنك الاهلي تاهل وعنده فرقه كويسه، لكن بالتاكيد تجربه الدوري الممتاز تحتاج لخبرات، واعتقد انه نجيب وجده عندهم من الخبرات الكثير والكثير، واعتقد ان هم يكونوا اضافه لفريق البنك الاهلي.